والصلاة على النبي وتم تسلمي بعدها من بعدها نبتدي الترحيب فلح النشيلة والضيوف اللي لذا الحفلة وكل من حصريا على زفات ليالي الأميرة لك يا فهد والفخر اسمك يشيله وانت ذخر للمراجل وانت يا فهد اطنخ اطنخ بفعلك يا فهد والفخر اسمك يشيله وانت ذخر للمراجل وانت يا فهد زين لطلب الزفات والشيلات الاتصال على 0531175720 الشيخ عري بساس ووصفه نبيله وعلي القرمذي من هالمكارم الله الله يا ناس الشيخ عري بساس ووصفه نبيله وعلي القرمذي من هالمكارم تستمدها من جحادر يحبون الصعيب المستغيله الرجال اللي تشرف من نصاها ومن نشدها لا بتعتبه رمز الجود لطلب الزفات والشيلات الاتصال على 0531175720 كلف مبروك وعسى الافراح كل يوم وليله والسعاده قرب اقربك واحبابك تجدها الف مبروك التخرج والمعارف الجزيله فالعزيمه والاراده كل يحلمك تجدها مرحبا ترحب لطلب الزفات والشيلات الاتصال على 0531175720 فعلك يا فهد والفخر اسمك يشيله وانت ذخر للمراجل وانت يا فهد اطنخ اطنخ بفعلك يا فهد والفخر اسمك يشيله وانت ذخر للمراجل وانت يا فهد زين والمجال العسكري يشهد لك وحنا مثيله نشهد انك للمواقف سيفها وانت اسدها والكلية الحربية طلت ما يمكن تطوله من علوم وفعول ما حد غيرك وردها من علوم وفعول ما حد غيرك وردها يا ناس الشيخ عري بساس ووصفه نبيله وعلي القرمذي من هالمكارم الله الله يا ناس الشيخ عري بساس ووصفه نبيله وعلي القرمذي من هالمكارم تستمدها من جحادر يحبون الصعيب المستحيله الرجال اللي تشرف من نصاها ومن نشدها لا بتعتبه رمز الجود يا نعم القبيله القبيله اللي تعين العاني لا جاه وقصدها القبيله اللي تعين العاني لطلب الزفات والشيلات الاتصال على 0531175720